صباح الخير واهلا رمضان. اليوم اول ايام شهر رمضان المبارك، كبار وصغار ناطرين هالزاير يلي بيحمل معه الخير والبركه. شهر رمضان حامل كلمه عن الايمان، المغفره والعطاء اللامحدود، وبيبقى مناسبه حتى يرجع الانسان لاعماق نفسه ويكتشف المعنى الحقيقي للحب والتسامح. بشهر رمضان المبارك بتتكسر كل الحواجز، لا غني ولا فقير، لا حاكم ولا محكوم، والكل مدعو انه يعيش التواضع والسلام الداخلي ونبذ الارهاب، على امل انه المنابر السياسيه المشبعه بالحقد والمذهبيه هي تصوم كمان عن الشتائم والتجييش وتزوير التاريخ. نتمنى انه هالشهر الكريم يحمل معه السلام والطمانينه لكل شعوب العالم العربي، ومن تلفزيون المستقبل نتمنى لكل الصائمين صوم مبارك. ومع بدايه الشهر الفضيل البلد دخل باستراحه سياسيه، رغم أنه البعض ما بيبل من المعارك الخاسرة وصب النار على زيت الإقليم الملتهب، وذلك من خلال التهجم على الدول الخليجية الشقيقة وعلى رأسها المملكة السعودية يلي دعمت لبنان ووقفت لجنبه بأصعب الظروف ولازالت حتى اليوم. مع بداية الشهر الفضيل وبتقريرنا الأول رح نبتعد عن السياسة لنروح بأجواء بتحمل عطر التاريخ وريحة الربيع. ميدان سباق الخيل تحول بمهرجان زهور لحديقة مزينة بأجمل الألوان مع مهرجان الربيع ومعرض زهور. تفاصيل رح منتبعها سوا بهالتقرير. عشية اليوم الأول لشهر رمضان المبارك توجه معظم الناس لميدان سباق الخيل لشراء ما يمكن من معرض الحدائق والزهور، حيث قدم هالمعرض بدورته الـ14 باقة متنوعة من الزهور والشتول. تشجيع ثقافة الأخضر يلي هي عم تنقرض شوي شوي بلبنان، فإن شاء الله أنه الناس ضلها تتحمس وتجي على هيك معارض ثقافية بيئية اجتماعية. بجي كل سنة بنترو بنعطرة يعني من سنة لسنة، وبتخيل هيك بيزيد مجال الناس يتعرفوا أكثر على الطبيعة. جايين من عمشيت فبنقصد نجي لهون، أكثر شيء بنطلبه البلانت يلي مش موسمية، يعني البلانت اللي بيزهروا من سنة لسنة. مثل على البلكون حاطة كذا شتلات يعني تعطي أكسجين على القليل للبيت ومنظر، وأنا بدخن لأن دخن بشب أرجيلة بركي بتروح لي هالدخان. عندي بلكونة عاملته جردان قد ما بحب الزريعة. هودي من جميع أنحاء العالم، لأن أنا بعمل هانتينج أوف بلانت من كل الصحارى لمحل المناطق الحارة بالعالم كله. ونحن بعدنا بنتذكر جدودنا وستاتنا شو كانوا يزرعوا بالأول، وهيدي من تراثنا. اليوم إذا بتقولي لي شو هني بخبرك إنه منبلش بالبوغانفيليا، يعني اللي بسموها مجنونة، اللي كان كل بناية ببيروت عزويتها كان في شجرة بوغانفيليا. بالإضافة إلى الزهور يلي زينت الميدان، كان في مشاركة لجمعيات وبعض المؤسسات، وأيضا مساحة مهمة للورشات التثقيفية حول الاهتمام بالبيئة والطبيعة.
ورشات العمل كمان رح نعطي نصايح صغيره خفيفه ما بدها كتير وقت، هي كمان مثل هيك تبس صغار لحتى كل الناس مش ضروري يكون عندهم اختصاص يقدروا يتعلموا فن البستنة. ويمكن سكان بيروت عم بيفقدوا شوي شوي هالاشياء، بقى هيك نوع من المعارض كتير مهم تترجع العالم تحس انه لا والله في حياة، في خضار، في نبات، في الوان، في اشياء حلوة. يزرعوا ما يقصوا شجر، نرجع لبنان اخضر قبل الحرب الاهلية يعني بالقليلة، كرمال هالولاد يتفرجوا يشوفوا يعيشوا بطبيعة حلوة، يعني لازم يضل شيء شوي لانه ما ضل في مطارح خضرة. هبة لموهبة هي جمعية أسسناها من سنتين، هدفها تساعد الولاد اللي عندهم موهبة بس ما عندهم امكانيات انهم ينموهم. أجمل الألوان تزين الميدان وأيضا فاحت رائحة المكان بأطيب وأشهى المأكولات. قعدة حلوة يعني اليوم هالقعدة، واحد بيجي بيقعد خي بشم هوا حلو ومنه بيتفرج ومنه بيشوف. كتير بيجوا ليمشوا بس في كتير مثلا أنا إذا عجبني شيء بدي أشتري. مبسوطين كتير ودائما نحن كل سنة منيجي لهون نحن والعائلة ويتفرجوا على الخضار كمان وشو بيحبوا يشوفوا. عملنا مثل اكتيفيتيز للاولاد كومبيتيشن، بنعلمهم كيف يلعبوا باسكت، كيف يلعبوا ارشري، كيف يلعبوا فوتبول. ان شاء الله يكون ايامكم حلوه يا بنتي وتكون قلوب العالم حلوه، ما بدنا شيء. يطلع لي وحده تيكت تبع هيدا واكثر شيء جيت لانه في العب. I like a lot of flowers but the most that I like is the bonsai. انا بحب اكتر شي هون الورد اللي كانوا هنيك وحبيت البونساي الشجر الصغير. من ميدان سبق الخيل منتابع حلقتنا ومننتقل إلى طرابلس مع أجواء موسيقية راقية. بمركز العزم الثقافي اجتمعت فرق كورال عالمية ولبنانية لتحيي المهرجان اللبناني الدولي للغناء الجماعي. هالمهرجان بيحمل رسالة تلاقي وتناغم الحضاري بين الشعوب، وكل التفاصيل بهالتقرير. انه اجتنا فرصة نعرف قد ايه الفن بيقدر انه يجمع ناس من كل بلدان العالم رغم ظروفهم الصعبة، نقدر هيك نطلع الطاقة تبعيتنا ونتوحد وهيك يعم السلام بيناتنا. كورال شيء كتير انضباط وكتير بخليك تحسي انه عن جد نحن فرقة تيم، ويا ريت نحن شعبنا يصير كله تيم واحد ويبطل كلنا خلافات كل منطقة خلاف. يعني تذكرت انه انا كنت كمان عاملة حفلات قبل بسوريا، تذكرت كل شيء وبغنيت يامو بكيت لانه تمنيت ماما تكون معي. لأنه الغناء هو وسيلة للمقاومة ولإعطاء الحق للطفل ليرجع يبتسم ليحقق حلمه وليعيش الحياة. وصلوا صوتهم على طريقتهم البريئة واعتلوا مسرح مدرسة العزم بطرابلس لاجئين سوريين فلسطينيين ولاجئين بدول أخرى. فتح لهم المهرجان الدولي للغناء الجماعي الفرصة أنهم يعبروا عن حالهم ويوصلوا قضيتهم بغنية. مش بس اللاجئ بحاجة لحرام
وعلبة أكل وحليب، بحاجة لنعوض له عن اللي خسره. كورال هو وسيلة كتير فعالة خصوصاً بفترة الأزمات، بفترة الحروب، إنه يبني يسقي للأطفال. هون كلنا تعلمنا كيف نكون سوا، نكون مع بعض، كيف نروح المشاركة بيناتنا. شو ممكن نعمل بالكورال؟ كيف مفروض أولاد يتصرفوا؟ مش بس على المسرح، لأنه هذا شغل اجتماعي، قبل المسرح وبعد المسرح كيف تعاطي الأولاد مع بعض؟ لازم نكون كلياتنا إيد واحدة، والحلو أنه نكون مجموعة التيم، أنه نحب بعض كلياتنا. الولد مش لازم بس يأكل ويشرب، لازم يعبر عن شعوره ويغني ويفرح، أنه يكونوا حاسين حالهم عم يعملوا إنجاز، وإنجاز جماعي. هيدي يعني شغلة كتير مهمة عم بيقوموا فيها كورال فيحاء. غير الانضباط والنظام وروح الجماعة والحس بالمسؤولية، كانت هالأمسية فرصة بتبشر بجيل بيعرف قيمة الفن الأصيل وقادر يحافظ على تراثه الفني. وانبسطنا كتير لحنا وحبينا الأغاني، وشكرا للأساتذة اللي هو اللي علمونا. الطلاب عم يفرغوا هالشحنات اللي عندهم بالموسيقى، كمان تعلموا كتير شغلات اللي هي الروح الجماعية وعدم الفردية، الوقفة على المسرح. احنا انبسطنا كتير لأنه كان في دمج بين كل الجنسيات تقريبا، شفنا أكثر من جنسية اليوم بكورال زهرة المدائن، لحتى نفرج الوجه الحضاري تبع القضية الفلسطينية برغم كل الظروف اللي احنا منعيشها الصعبة والقاسية. أكثر غنية حبيتها يامو، لأنه هي تعتبر الأم كتير حنونة، وأنا تمنيت تكون أمي جنبي.